جوابا على التصريح اللي تنشر في عدة قنوات إلكترونية، بغيت نجاوب على هذه التصريحات اللي هي لا تمت بصلة للواقع ومجرد ادعاءات، والهدف تاعها هو التشويش على القضاء. التصريحات اللي قاموا بها عائلة تازي والدفاع تاعهم واللي تنشرت في عدة قنوات، بغيت نرد عليها، اللي تتهم عقارة الاستيلاء على عقارات بالملايير اللي قدروها، واللي مشتري مش تم الاشتراء تاعها بواحد الثمن تساوي الشقاع. بغيت نقول بان احنا ما عندنا حتى شي علاقه مباشره مع الشركه، احنا شرينا من عند اشخاص ذاتيين مسجلين بالمحافظه العقاريه، ومن بعد سجلنا وحفظنا العقارات في اسمنا، وتفاجئنا في 2009 بواحد الشكايه مباشره اللي عند السيد قاضي التحقيق، متهميننا بها بتكوين عصابه اجراميه والادلاء ببيانات كاذبه واخفاء وثائق. واللي داير هذه الدعوه هو واحد السيد سميتو علي التازي، تدعي بانه مدير شركه بورغينيون، وحنا في العلم تاعنا ما كاينش الشركه، الناس شراو مؤشرين عند الناس مسجلين في المحافظه العقاريه العقارات في اسمهم. فعلا بدينا تندلو بالوثائق تاعنا وتندلو بالحجج تاعنا، قصينا دوزنا واحد الوقت شويه صعيب، ولكن في الاخر الحمد لله تبين بان ما كاينش حتى شي حاجه في ذاك الشيء. دار لنا قاضي التحقيق بعدم المتابعه وبعدم توجيه الاتهام، استلفوا هاد الناس من حقهم، تأيدات الغرفه الجنائيه أيدات الحكم، داز في النقد، جاو داروا النقد نزلوا عليه في الاخر، اصبح حكم نهائي. تيقولوا في جميع هاد الحوايج اللي تيقولوا دابا بان السيد ما كانش حاضر وبان شرب ثمن قليل، وبان هاد الشيء ماشي، هذه ماشي مسائل تشرب قليل ولا تشرب كثير، واش انت شكون انت شكون الصفه تاعك؟ المهم سالها الدعوه هذه سالت ابتدائيا واستنافيا ونقدا، اضطرينا حتى حنا نبحثوا رغم ان ما عندناش علاقه بالشركه، تنبحثوا تنقلبوا تنتصلوا بالناس اللي باعوا لنا، تلقوا بان الشركه تمت التصفيه تاعها في 73 وتشطب عليها هادشي بحجج الوثائق الدامغه، ماشي بالهضره وبالاعتقادات ولا بالعاطف ولا هادشي، وثائق دامغه باينه ماشي حنا اللي صوبناها، راه هذا سجل تجاري، والسجل التجاري هو المراه تاع الشركه، وبالتالي ما يمكنش اي حاجه ما تسجلاتش فيه. والمحامي ادرى بهاد الحوايج، انت نستغرب كيفاش المحامي ما فهمش، انا ما فهمتش شكون انت؟ شنو الصفة تاعك؟ في الاخر درنا احنا واحد الشكاية، هادشي بعد ما داروا هما شكاية الوكيل العام تاع الدار البيضاء، داروا شكاية أخرى الوكيل العام تاع الاستئناف. هاد الشكاية احنا شرنا في التحقيق في طور التحقيق عند الضابطة القضائية بأن هاد الشكاية راه سالات بحكم، إذا ما يمكنش شكاية مع شكاية فيها نفس الأسباب. الوكيل العام حفظها لأن بت فيها القضاء. درنا شكايه حتى حنا تاعنا تنقولوا بان هذا السيد راه تحت صفه مدير شركه، وين راه مزور، لان تبين لنا بان جادله بواحد السجل تجاري، هذا السجل التجاري اللي هو فارغ من المحتويات اللي مرت منها الشركه، من المراحل اللي مرت منها الشركه. ها غنوري لكم ها هو ها وقتاش تأسست الشركة في 1927، ها المسيرين تاعها أجانب، ها هما، ها وقتاش جابوه في 26 في شهر 1 2001، واش هاد الناس تيقولوا بأن شراو في 78، واش كانوا فين كانوا هاد الناس؟ المسيرين باقيين اجانب، ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس شراو، هذا من جهه، في حين تيقولوا هاد الناس بان شراو في 78، احنا عندنا ما يفيد بان الشركه شطب عليها وتجيب لغه الوثائق ماشي بالهضره. هاد لا يعقل ان الشركه تاسست في 1927 وجابوا في 2001، يعني تقريبا 74 سنه،
ولكن ما تحركاتش بتاتا. هذا من جهه. في حين يقرب السجل التجاري الاصلي ها هو هالمراحل اللي مرت منها الشركه. ها هي هذا الاصلي الحقيقي. وكاتبين هنا في التحت تبعا للبحث المنجز على مستوى السجل التحليلي الموجود لدى كتابه الضبط، لم تشكل هذه الشركه موضوع اي تغيير في الشكل القانوني. اي ذلك الذي تاسست عليه اصلا اي شركه مجهوله. راه ماشي انا اللي قلته. راه هذو وثائق، هذو ماشي بقاش ندعي شي حوايج غير حاجه اخرى. هاد الناس 2003 كانوا راسلوا المحافظ قبل ما نجيو حنايا تيقول له باش تبدل لنا دوك الملكات دوك العقارات، راه حنا غيرنا الشركه. هادشي قالوه ليه بعد ما استطاعوا يحرزوا على واحد السجل تجاري اللي ولا في الاسم تاعهم اللي هو موضوع الدور. ها هو البارح كانت الشركه في 2001 سميت النصارى، لغد ليه صبحات فيها سميتو سميت المغاربه. ها هو خاوي حتى هو، يعني شحال من عام اللي تيسال شي حاجه مشى واللي كاين شي حاجز مشى. ها هو ربي حافظ حافظ، ها هما ولاو تيسيروا. ها هما ها هي هاد السيد اللي عطى هاد السجل التجاري كيقول لك انه ما انتبهش وانه من مور ما تبين له بان الشركه سميت اجانب، المسيرين تاعها اجانب، والناس اللي جابوا القانون الاساسي مغاربه، ارسل لهم واحد الاستدعاء تم التوصل به باش يجدلوا بالوثائق الناقصه. كان بالاحرى على هاد الناس اذا كانوا عندهم نيه حسنه يجيبوا هاد الوثائق الناقصه وينهيوا النزاع. اذا ما استطاعوش. الموظف قال لك راه غلط. منين قال لك الموظف غلط هذا الخطا، المحكمه عطاتنا واحد شهاده اخرى سجل تجاري تتقول لنا فيه بان هذه الشركه ميته في 74 وان اي تعديل او تغيير لاحق، يعني هذا التغيير اللي بدلوه هما يعتبر لاغي. ها هي يعتبر لاغي. المحافظ منين استطاعوا يحرزوا على ذاك السجل التجاري اللي دردوه في سميتهم طلبوا من المحافظ يبدل لهم الاملاك، خلوا السميه بورغينيون، هي بورغينيون، هي الاخرى مجهوله وهذه مدنيه عقاريه. جاوبهم المحافظ قال لهم لذا التمس منكم الادلاء بما يفيد تفويت الحصص الشركه المذكوره لفائده موكلكم وتاميم الشركه المذكوره بكافه الوثائق والمحاضر ابتداء من 1973 الى غايه 2000. ها هما يكملوا هذه الوثائق اللي طلب منهم المحافظ وما عندنا باس، شنو المشكل؟ اذا المحافظ ما بغاش يدوز لهم. علاش تيقول لهم؟ تيقول لهم اخر محضر عندي هو محضر الجامع العام الاستثنائي اللي كاين في 23/7/1973 اللي علنت فيه الشركه التصفيه. الموظف اللي بدل لهم تيقول لك ما عنديش ما يفيد بان الشركه في طور التصفيه، علاش؟ لان فرغوه من المحتويات تاعهم مع العلم انهم تيهضروا تيقول لك بان الشركه في طور التصفيه، كلهم تيقولوها. اذا تتقولوا في طور التصفيه منين جبتوا هذا العلم تاعكم؟ انتم راكم جبتوا سجل تجاري خاوي. منين جبتوا هذا العلم بان الشركه كانت في طور التصفيه؟ راه ما عندكمش في السجل التجاري. منين جبتوه؟ العلم جبتوه انكم طلعتوا على السجل التجاري الاصلي وفرغتوه من المحتوى تاعو. اذا حنا دابا تناقشوا هذه الوثيقه واش هي حقيقيه ولا ماشي حقيقيه؟ لا اقل ولا اكثر. صافي. هاد الناس هادو اللي درنا بهم هاد الشكايه حاليا راهم متابعين من طرف الوكيل العام ومتابعين من طرف قضية التحقيق، وراهم حالهم على غرفة الجنايات تصنوا هاد الأيام الحكم. والمحامي ما كانش يدير هاد الشيء لأنه بغى يأثر على القضاء وبغى تيقول أعطيناهم واحد القدار وبغينا نتصالحوا معاهم، وحقا كل ما كناش مزورين ما نعطيهمش، ما بقيناش عاطينهم، ما بقيناش كنا غنغلطوا غنعطيهم، ماشي حنا اللي كنا غنعطيهم. السيد اللي جاي يشري عندنا زادنا واحد الطرف باش ننهيو النزاع، قلنا حنا مادام زادنا واحد الطرف وغادي يعطيه لهم ما كاين مشكل، ولكن لقينا راسنا غنغلطوا لان الا عطيناه ليهم اش غيعطيونا؟ غيكتبوا معنا واحد الصلح. ديما
ديما حنا غادي نبقاو مزورين. علاش؟ لان اش درتم على الناس؟ راه جاوا شافوا راسهم مزورين وراه داروا معنا واحد الصلح. هو لا، ما بقينا غنعطيوه حتى ريال، بقينا اش غنعطيوه باش نمشيو حتى للنهايه. وحنا عندنا ثقه في القضاء الحمد لله، اللهم لك الحمد. اما المحامي دار راسه طرف وحيد البدله تاعو وبدا سميتو هذا الشيء. انا هذا الملف هما اللي دفعوني، انا ماشي رجل قانون، ولكن دفعوني باش نقرا. قريت في هذه المده فعلا، تجرجرت، وحنا اللي تجرجرنا، وحنا اللي مشينا، وحنا اللي طولوا علينا، وحنا اللي دايرين. وانا ما كنتش غنجاوب، علاش نجاوب؟ لان عندي ثقه في القضاء الحمد لله. وراه ما يمكنش، ها الوكيل العام تاع الدار البيضاء، ها الوكيل العام تاع هنا، وكيل عام اخر كان تبدل، ما يمكنش. راه الناس ما عندهمش، راه السجل التجاري هي المرايه. راه ما يمكنش تدعي شي حوايج اللي ماشي اللي غير مجرد ادعاء واعتقاد. غلطوهم الناس، ما دايرينش بالناس اللي ناصحينهم، غلطوهم ومازال غادي يزيدوا يغلطوا. لان غدا خصهم يصلحوا لنا المسطره، شكون هو مدير الشركه، وغيعاودوا يديروه. لان هما اللي داروا محضر الجمع العام. علاش درتوا محضر الجمع العام؟ مزورينه. هما بغاو يستغلوا هذه الظرفيه هذه تاع الاجانب وتزور. حنا ما زورناش على الاجانب، حنا شرينا عند الاجانب. انا شرينا على الاجانب، ما كانش اجنبي اللي جا هضر ولا قال بان ضيعوني ولا شي حاجه. حنا بالفرحات علينا هذا الشيء اللي داروا، بالفرحات علينا باش المسائل تقبط. هي قبط الاسم تاعها تزيد تقبط باش ما تطولش، لان طولنا فهمتي. هذا هو. اما هاد الناس ما عندهمش، هذا مجرد ادعاء ومجرد تغليط ومجرد تضليل ولا يعقل. راه سجل تجاري، راه المشرع لم يشرع الا لحكمه، ولا من يمنع الا لغايه. المقصود من السجل التجاري راه هو اي حاجه تسجل فيه. انت تقول شريتي ما عندناش، تتقول واحد الكلمه اخرى، تتقول بان لو ليكيداتور لا با انطامي لا ليكيداسيون، يعني ما بداش فيها. هذا غلط، هذا غلط. غادي نعطيك بانه الا انطامي لا ليكيداسيون اكت دو فونت. ايوا رادي هنا نكذبوا ونطيقوا لواء تاعنا ماشي. اسمح لي، الوثائق كلها هاد الناس ما اقتنعوش بها. شنو بغاو عندنا كيفاش تبيع المصفي في 75 الى اونطامي لا ليكيداسيون؟ اش تيقول لك؟ شركة بورغينيون في طور التصفية ممثلة من طرف المكلف بتصفيتها السيد ميشيل موني حسب قرار الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخة 23 يوليو 1973. يعني تيبدا يبيع وتيبيع العقار، تيبيع السيد محمد هرواش العقار عدد وعدد وعدد. ها هو. إذا بالتالي ما يمكنش في 75، أولا ما يمكنش الشركة ماتت في 74 وأنت تشتري الأسهم تاعها في 78 وفي 80. ثانيا ما يمكنش الشركة بدات الطريقة كيفاش تبيع المصفي تاعها وتجي وتقول لي غادي يبيع لك الاسهم من مور 75. هاد الطريقه كيفاش تبيع؟ هاد الشيء كامل ما كناش حنا، ما عندنا به حتى علاقه، ولكن دفعونا نقلبوا ونبحثوا ونقلبوا. وشنا هاد الشيء؟ وبالتالي هاد الناس هذا مجرد ادعاء ومجرد تغليط، مجرد يعني بغى تيحاول باش ابتزاز. ما غادي نعطي حتى ريال، ونعرف شكون اللي مزور واش هنا ولا الناس الاخرين. صافي هادشي اللي كاين، وما غادي يدي حتى ريال. والحمد لله ما غلطتش وما عطيتش. اما كنت غادي نكتب معاهم ذاك الصلح، وغادي تبقى ديما السمعه تاعي راه غلط، راه فلان تصالحوا معنا حيت كانوا مزورين. حنا تيبان الزور، لان مساله سهله بسيطه. السجل التجاري هو اللي يقول، السجل التجاري اللي جابوا خاوي. وحاجه اخرى غادي نقول لكم، هاد الناس في نفس النهار جابوا جوج شركات، شركه بورغينيون وشركه تاع سامان. وحده وجوج طلبوا فيها باش يغيروا، وحده بغاو بورغينيون غيروها لشركه مدنيه، وسامان اللي فيها البريكيتري فيها الياجور غيروها لشركه ذات المسؤوليه محدوده. وجابوا الوراق، ها هو، ها الروجيستر دو كوميرس تاع سامع في نفس النهار. ها المسيرين تاعو اجانب، هو فارغ حتى هو من نهار تنشأ اليوم.
وعندنا الوثائق باش جاو يغيروا. هذا تاع بورغينيون استطاعوا ياخذوا الريجستر دو كوميرس ولكن مزور، وهذا فاقوا بهم في المحكمه وما عطاو لهمش. قلت لكم تبحثوا في هذا الشيء. هو صافي هذا ما اللي عندي. والقضاء القضايا راه واخذه المجرى تاعها، وحنا عندنا ثقه في القضاء الحمد لله. وراه تنظن راه دار عده شكايات وما خلى ما دار، وكل قاو الناس تاعو فين يعاونوه كون عاونوه، ولكن ما كاينش. هذا هو اللي بغيت نقوله. تنشكركم.